طلب مداخلة صغيرة بدقيقة واحدة سيد. فقط لأن الكلمة تكررت كثيرا، الحرب مع إيران لن تحدث حرب مع إيران، لا الآن ولا بعد 20 ولا بعد 50 سنة، لأنها يجب أن تبقى في حالة عداء دائم، لأن ذلك هو الذي يفيد من يشعل هذه المنطقة. أمر مهم في إيران، لو قررنا أن ندخل حربا معها، لا الولايات المتحدة قادرة على حمايتنا منها ولا كل جيوشنا قادرة على حمايتنا من إيران. إذا كان الدكتور ناصر دويل في يوم من الأيام قال أن الجيش العراقي احتل الكويت بالباصات، أنا أعتقد الحشد الشعبي وليس إيران إذا أراد احتلال السعودية اليوم سيحتلها بتطبيق أوبر، دليل على ضعف جيوشنا وقوة إيران وتغلغلها في المنطقة. شكرا، مع الأسف ليس لدينا وقت.